حاس فيك وانت تايه وعم بتدور على معلومة او جواب لسؤال بسيط عنده، ومتأكد انك حاب تتعلم التصوير، لكن لما دخلت عالم اليوتيوب تشتتت بسبب المعلومات الكثيرة العشوائية والغير دقيقة والغير صحيحة اصلا. المشكلة حبيبي انه انت في المكان الخطأ. اليوتيوب هو منصة ترفيهية بتسلي الناس اكثر من انها منصة تعليمية، والجهد المطلوب من صناع المحتوى خصوصا الموجودين على اليوتيوب لإنتاج محتوى علمي دقيق متكامل ومنهجي صحيح مهلك وشبه مستحيل، لكن مش مستحيل على اللي حرفة التعليم. اسمي ليو حماتي وأعمل في مجال التعليم وصناعة المحتوى لأكثر من 7 سنوات، عقدت أكثر من 300 دورة وورشة عمل لأكثر من 2000 طالب، وطموحي أني أوصل 10,000 طالب بمساعدتكم إن شاء الله. فبشرفني أنك تكون موجود بهاي القناة وتسمح لي أكون أنا أستاذك ومدربك في عالم التصوير وبهاي الرحلة اللي بدك تبدأ فيها. فبوعدك أشاركك خبرتي كمدرب وتلاقي مرجعك المهم للمعلومات الصحيحة والدقيقة والبسيطة حتى، ومجهزة إلك بشكل منهجي وأكاديمي صحيح. وإذا كنت عم تحضر وخطر على بالك سؤال، تقدر تكتب في التعليقات مباشرة أو تراسلني على الإنستغرام على حسابي الخاص @leo.hamati وراح أجاوبك بأسرع وقت ممكن. لكن بالمقابل حبايبي، طلبي بسيط جدا منكم، لأنه هذا النوع من المحتوى بأخذ مني جهد كثير كبير حتى أصنعه. فإذا حبيت تدعمني حتى أكمل بهذا الطريق، بكفي أنك تحضر الإعلانات اللي ظاهرة على فيديوهاتي باليوتيوب، وإذا كبست عليها هيك بيكون أكبر دعم ممكن تقدمه إلي فقط مقابل وقته. فمن دون أي تأخير، جاهزين نبدأ بهاي الرحلة؟ يلا معي.